السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. How are you? I hope you are fine. زيكم يا جماعة، أخباركم؟ إن شاء الله هنكمل الكورس التأسيسي اللي بدأناه. إحنا وصلنا لأن إحنا خدنا letters الحروف ومعها الفايف vowels، وقلنا هناخد بقى ازاي ناخد حرف vowel مع حرف consonant. يعني ايه vowel؟ قلنا vowel اللي هو الحرف المتحرك، وconsonant اللي هو الحرف الساكن. هنبدأ ندخل للطفل كده ثلاث حروف مع بعض. دلوقتي انا كتبت ان، طبعا هو عرف ان الساوند ده خلاص اسمه ا، وده اسمه ن. لما نحطهم مع بعض كده يبقى اسمهم ان ان ان. هنبدأ ندخل حرف تالت معاهم، وليكن مثلا خدنا هناخد السي. السي طبعا هو عرف من الفيديوهات اللي فاتت ان السي الساوند بتاعه كه. فهنقول ك أن، كه أن، ويركبهم مع بعض هنلاقيها ان هي طلعت كلمة كان. مثلا لو حطينا ر ر، طبعا حرف الار بنقول عليه ر، الار بعديها الا قلنا عليها را را، ران ران ران. هنحط اف، هنقرا الثري ساوند مع بعض، فا ان فا ان. بقت اسمها ايه يا جماعه؟ بقت اسمها فين. هنبدا برضو نجيب له الان تاني من الاول. هنحط ساوند ك، كان، ر، ران، فان. ممكن نشيل الحروف دي ونحط حروف تانية. احنا مش هدفنا ان هو يبقى عارف معاني الكلمات في الفترة دي، احنا الهدف من الكلام ده ان هو يعرف يقرأ ثلاث حروف مع بعض. ممكن نحط مان مان مان. ممكن نحط البه، بان. ممكن نحط البه تبقى اسمها بان. ندخل مثلا the letter T، تان تان. ناخد مثلا الات، ات ات ات. نحط the letter M، بقت اسمها مات، م ات م ات، بقت اسمها مات. The letter F، فات، ات، بقت اسمها فات، فات. The sound ك، كات، كات. ات 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 it. The letter m، mit mit. حط الك، كيت. The letter ف، fit fit. ايه ت ايه ت، fit fit. يبقى لو احنا مشينا مع الطفل بالتدرج ده هيعرف يقرا كلمة من ثلاث حروف، وطبعا اللي بيساعدنا في القراية الفاول اه ايه. اوكي، let's say other words like o p o p o. اوكي،
Let's put the letter T. Yes, read, read the word. Top. Top. The letter H. طبعا هو عارف الصوت بتاع الاتش انه هو هيبقى ه بقت اسمها هوب هوب هوب. The letter M اسمها موب موب موب. احنا ممكن برضو نعمل العكس، يعني احنا بنكتب حرفين وبعد كده عايزين يعني حرفين وعايزين الحرف الاولاني، لا احنا ممكن برضو نكتب الحرفين كده ونعوز نكتب الحرف الأخير. تا تا. اوكي write the letter T. بات بات. the letter G. G. bag bag bag. the letter M. bam bam bam. okay, that's enough today. I will say goodbye for you.